ختمها بأن نشكر كل من كان وراء تحقيق هذا الحلم بإعداد هذه القاعة على الشكل الذي ترونه. وفي مقدمة ذلك رئيس جمعية الآباء. نشكرهم على الجهود التي بذلوها لكي ييسروا لنا الطريق أن تعود ثانوية الزيتون إلى طبيعتها وهويتها المدرسية الحقيقية من خلال الأنشطة غير الصفية. فنشكر شكرا جزيلا. من وراء قصة سي عسلان جبوري. تحية السيد المدير. كل الجميع يبذلون جهودا كبيرة من أجل خدمة هؤلاء الشباب أبناؤنا وبناتنا. فمرحبا بالجميع. كما لا تفوتنا الفرصة أن النادي البيئة ونادي القراءة هم الصاهرين معا على هذه الأمسية. فتحية لرؤساء هؤلاء الناديين. كما أننا نستمتع بأن هذه الأمسية سيكون كلام العدل فيها هو مشاركة تلامذتنا وكليتنا، فإننا نحبهم جميعا. أهم الجامعة الناظم لكل الأنشطة الثقافية والأنشطة الرياضية والبيئية والفنية والجمالية إلى مرضاني هي القراءة. فأول ما سنفتح به هذه الأمسية هي مداخلة تحت عنوان لماذا نقرأ؟ تلقيها التلميذة القارئة. نقرأ. لماذا نقرأ؟ سؤال دائما يتبادر إلى الذهن وتحير الأجوبة. هل نقرأ فقط لنصبح أفضل؟ أم هل نقرأ لكي يقال عن قراء؟ هل نقرأ فقط لأجل أن نقرأ؟ أم هل نقرأ لكي نعيش حياة أخرى ونعتزل الواقع؟ الجواب هو أننا نقرأ بحثاً على راحة للنفس، بحثاً على ملجأ نهرب إليه عندما تصبح نفسنا تتخبط بين براثن البؤس ومتاهات الألم. نعم، نقرأ الكتب لأنها راحة للعقل ومستشفى للروح. فكل كتاب نقرأه نعيشه ونعتزل الواقع ونغوص في عالمه. نعم، نقرأ الكتب لكي نعيش حياة أخرى، فحياة واحدة لا تكفي. نقرأ الكتب لأنها هي الأوفى، فمهما تركتها ومهما تخليت عنها لا تتركك، لا تتخلى عنك، بالعكس فعندما تعود إليها تجدها تنتظرك بلهفة الرضيع إلى أمه. شكرا. المختصرة والبليغة والبسيطة. نمر وحقا عاجز عن التعبير عندما نكون أمام قراءة شعرية من شاعر كبير وشاعر عملاق يختلط الشعر فيه بدمه ولحمه وشحمه وعظمه ووجدانه. فلا أكاد أجد كلمات تستحق أو تعبر حقيقة عن حالة الضعف والاستكانة أمام سمح المشنوف عندما تأخذه جذبة الشعر الذي يخرج من أعماق الروح. حقيقة قلما تجد شاعرا من هذه الطينة يسكنه الشعر إلى مرحلة الجنون. شعر ليس قولا مصفوفا وبليغا، ولكنه شعر يعبر عن حاجة الأمة وحاجة الإنسان وعمق الرسالة الإنسانية النبيلة. يسمح لي سيدي سيدي محمد
لأنني عجزت أن أقدمه، ومع ذلك فليتفضل مشكورا. وشرف لي كبير أن أقف اليوم بثانوياتي. بثانوية العتيدة الشامخة. العظيمة بتلاميذتها وأساتذتها وإدارتها التربوية وبكل العاملين فيها. بعد أن أقف اليوم شاعرا، بعد أن وقفت قبلها أستاذا بين أحبة التلاميذ. وسعيد جدا أن أحظى بهذا الاعتراف من ثانويتي، بعد أن سمعت الكثير في مواقع ومنابر وأماكن أخرى، أن أسمعه اليوم من أعز وأقرب الناس إلى قلبي، أستاذ وأساتذة وتلاميذ ثانوية الزيتون. كذلك بصديق كبير، وهو الفنان الأصيل الملتزم الملحن الأستاذ جمال كتابي. هنا بعد الثانوية كنت أنعم بالأحضان أدفئها، تهوى كأستاذ تهواه أفئدة تفديه بالمقال مثل الأمير. مشيت الخطوة في فرح، حكم بالعلم والأفكار والمدل. هي القصيدة طويلة ولكن ما أردتوش عليكم. بالمثل لا أكذب الله كم سرت الخطى تعبا للفصل أجترها كرها على مللي. أخشى انفجار ضد الأجواء اللي من عدد يفوق طاقة قسم مثل معتقلي. تنتابني النفس بالعصيان أرغمها كمن يساق إلى الهوجاء في وجلي. فأفتح القلب من قبل الكتاب لهم، أحن بعقل أب كالصنو في حيلي. وأعسل القول في درء لكم علل درسي أتوبله من طيب منتهلي. هذا يجاريك تلاميذ، هذا يجاريك في الأمثال أسئلة، وذاك عارض بالأفكار في جدلي. وتلك تطلب في الأحوال أمثلة، جنة تقلب ما قلت لم أقلي. وتلك تطلب في الأحوال أمثلة، جنة تقلب فيما قلت لم أقلي. أخرى تبحلق، والألحاظ قائلة أن بمثلي لها في الحظ برجلي. اوكي القصيده طويله احسن من هيك شيء مش متعرفه.
الأسئلة التي أقترح عليكم اليوم بداءة أو بداءة بدء بعد أن أشكر كذلك الإخوة الذين قاموا بهذا العمل منهم أستاذ أسلم جبوري وجمعية الآباء والتلاميذ والنادي البناء ونادي الإبداع والأساتذة الديولي منهم السادات العربية الأستاذة دائما كنا نتسمى النصائح ديالها والأستاذة الرفيقة الصديقة الوسيمة الجميلة لنا حنان. أقترح عليكم قصيدة جزء من القصيدة وهو قيثارة الروح لقبوا حشيش يخرج قيثارة الروح قيثارة الروح ما همت بقافية قيثارة الروح ما همت بقافية إلا وهاجر روح الحرث والصور تلك الحمامة تلك الحمامة ما غنت وما ضربت إلا وصدعتها مرت على وثبي تنام في يدها تنام في يدها شعري تهمهمه كورد مبتهل لله في خطري لولا قصيد رقا ما كان يعصمها من الجنون دواء من الجنون دواء جن ولا بشر كالطير في قفص كالطير في قفص كالطير في قفص ما همه صنعت أسلافها ذهبا ما دام لم يطر تدفي أساها برجع الوصل في لهب عشناه نسرقه من قبضة القدر ما مر بي طيفها إلا وألزمني نحت القوافلها تعتاج من خبري وكم بسطت لها وكم بسطت لها وكم بسطت لها قلبي تلونه وكم بسطت لها قلبي إطار هوى روضا تلونه كالطفل في حبري أسري بها كل ليل نمتطي شهبا نجتاب أقصى لدى ذات الدنى الأخري ما كنت أعبأ بالدنيا وبهجتها ما كنت أعبأ بالدنيا وبهجتها حتى احتوتني روابيها على كلمة ما كنت أعبأ بالدنيا وبهجتها حتى احتوتني روى بها على كبري ما جرب القلب مأوى مثل جنتها في طيب رفرفها أو هيدا بالثمن مجنونة العشق مهد الحسن مجمره ومجمع الزهو والأنساب والدرر نار إذا مرجت بالشوق ملهبة بحر إذا مرجت إذا مسحت أمواجها جزر والريح لحنها والأشجار موسطها أجمل بلحن هوى من عازف الشجر سل الأماكن عن حالاتنا خبرا تأتيك ألفا من الأخبار بالصور إني نذرت لها روحي ندى وبدا شعري وأبحره حسرا لا ندري إني بنيت فأعليت البناء هوى وأنت لست سوى تمشي على أثري أنا الذي سطرت أقلامه نغما وقعا لغنج خطاها الناعم الأدبي أنا الذي برعبت كفي أنوثتها كالأرض مني روت تهتز من مطري أنا الذي نظرت أعمى إلى صوري من جرس ما عكست من حيها الغرري فصرت كالبلبل السطاح أنشدها في كل مرتفع في كل منحدر جدبة سيد محمد الشنوف الذي سوف ينظف لنا الأرض لكي نسمع صوت
شاعرة حالمة صغيرة سوف تخطو معنا هذه الأمسية أول خطوة في هذا الطريق الطويل. شاعرة لطيفة مهذبة راقية لها ذوق، حركتها تهمس شعرا، تقول الشعر الحاجة لقراءتي، إذا نظرت إليها حسبتها تقول شعرا، تعاتبك شعرا، تحتج عليك شعرا، تبتسم في وجهك شعرا. أتمنى من إخوتي الشعراء أن يدعموا هذه الشاعرة الفتية التي سوف يكون صعبا عليها أن تقف أمام هؤلاء الكبار، ولكن شجاعتها وقوتها ولطفها وشخصيتها القوية جدا سوف إن شاء الله بحول الله تنجح في هذه الخطوة. فلتتفضل أختنا أمينة سعد، رحبوا بها وسعدها. وبين روح الشاعر
قالت يا عمري أقبل في دعة ترضى صور القمر. قالت يا عمري أقبل في دعة ترضى صور القمر. مولاي الآتي من روض صدقا أحببتك في سهر. أقبل يا قدري الأنقى من ضوء البدر في شغف يأوينا من شرري. في ليل الأرض العطشى بي مولاتي جاءت في غرري. يا مولاتي لدمي طعم أضحى من ولد في سرري. باتت تتلو خوفا يخفي لهفا يغري أغلى الزغري. شاءت عشقا لي في بوح يغنينا عن صهد الدجر. يملي أحلاما في سنة من نوم يأبى أن يجري. يا زهر النعمان الأحمر هذه الناتي في جزري. أنا قلبي دليل إذا ما صادرت مني دليلي. إذا ما صادرت مني دليلي وجاءت مدن عشقي في الخمين. أجاريها كما لو أعتقدني من العسرى خيول بالصهيل. أمن جمر تعالى لي لهيبي فغادرت الأقاصي في رحيلي. وتخضر الأيادي من سعود وتحمر الشفاه في فصولي. لياليك المماليك البغات تناجي مشهد السيف الثقيل. لياليك المماليك البغات تناجي مشهد السيف الثقيل. أيا بنت الميادين العذارى. أيا بنت الميادين العذارى تواري بانتشاء في غليلي. وهاتي الماء من بئر شروب تداويني من العشق البخيل. فمن يهوى سحابا مستحيلا يغالي في مدى قهر السيول. كما تحلو مزامير الرعاة لدى ذات توارت من جهول. أداري فيهما عينا تدلت على أعطاف قلبي من خمول. تهاوت انكسارا واستباحت قصورا من رياض في سهول. فلا نهري تحاشى بحر صدر ولا موجي تعالى في فضولي. فلا نهري تحاشى بحر صدر ولا موجي تعالى في فضولي. وخمري قدها في منتهاه تنامى مائلا زهوا بطولي. أحقا صادفت مني غصونا تنامت بعدما فرت فلولي. على أي الأهازيج السكارى يؤدون الغنى بعد الطبول. أنا قلبي دليلي إن عشقت هنا عشقي تنامى في حلولي. أنا قلبي دليلي إن عشقت هنا عشقي تنامى في حلولي. أجمل ما نملك في هذه الدنيا هي أمهاتنا. وجميل جدا أن يخطر بقلب الإنسان ولسان الإنسان ووجدان الإنسان أن يتقصد شعراً في الأم. فتتفضل مشكورة. يقتحم عروق قلبي. وصل الليل وانقطع النور من دربي. غابت الشمس وعلم بها ربي. من يستطيع أن يحيى وردة ماتت؟ من يمسح دمعة سالت؟ ومن ينسي قسوة فاتت؟
الأم. الأم منبع الحنان وأمل لكل مكان وشفاء لكل الأحزان. اشتقت لنسيم يجري بدمي ولكلمة تواسي همي. اشتقت لأيام نبكي من الفرح ومللت سنين نبكي من القرح. آه من دنيا جرحتني دون لمسي، تركتني أعاني لوحدي وأتذكر ما ضاع بنفسي. قل لي بربك، هل أبكي على قساوة الدنيا أم على نفسي؟ صرخت حتى بح صوتي، كتبت حتى ملئت صفحتي، بكيت حتى جفت دمعتي ولم تعد أمي. غادرتنا كالبدر حين يغادر، في حلكة حزننا نورها يسطع. تؤرقني بعد هجرتها وحدتي، فأهفو إلى ما لم أكن أتطلع. إلا أوفق في لقائها ذات يوم، فدعاؤها لي يشملني وينفع. أماتنا الله بعدها ميتة مؤمن، نرجو بها الله سمحا ونتضرع. إنها هي الأقدار تخبئ لنا أسرار وتغير أحوالنا بين ليل ونهار. اللهم احفظ أمهاتنا وارحم كل من سبقنا. في الحقيقة الأم تبقى حاضرة حية وميتة، فهي كما ذكرت الشاعرة الغائب الحاضر. ننتقل من جو الشعر إلى مرح الزجل الذي يتخصص فيه المغاربة بشكل كبير وكبير جدا، مع الزجال اللطيف العذب المرح المحبوب سي عبد الملك، فليتفضل. توحشت مدرستي، توحشت ثانويتي، توحشت ولداتي، توحشت انا كنت في الحنين الى البلد، خاصة مسقط الرقص بلادي حنابو وشرفة من يعني واحة من واحة التافيلات، يعني حنيني أو حنيني إليها يعني جعلني أكتب لها قصيدة وأتغنى بها. حنابو ضيع يعني نور حنابو مكحل عيالي، المعشوقة راح تروح من التكوى، المال كان يشامخ القدر، مير المير هما العقيل، الغزالة لالا سلطاني، شدا وواو الفلساني. حنا وجود غريس والسواقي، الربوع مسرالة زين طل مرسم، النضرة نوارة بهيج تلم بسم، حنا والكياني بلسم، عبيرها هو واحد ثاني ساكن بجوارحي وخرجاني. حنا والمياه الجارية والخطارات، حنا وفداد النخل والغابات، حنا والحرات والسهوب والرمالي، حنا والكديات والقوب والبراري، حنا بو البر العالي، حنا بو ليلة الواحات والسحاري.
حناب العالمة وزان ومقامات، حناب وزن وفلول وصناعات، حناب ذكار وطقوس وآيات، حناب ملاحل وعيوط ومايات، حناب الزاهية غيواني، عرب الصباح نسب نسب هلالي، لوام شرقي طريب فيلالي، والطبع جرفي طريب زهواني. حنا بودوك النخلات الجارحات، ملاحة الجريدة والتمر، دوك العاليات عشاش دافية اللي ما مات، ومراس ضيقة بالنسب. حنا بالباهية طويلة العمر، وانا وليفها لعبد الباني نحكيها قطيعة من جنة عدناني. وهذه قصيدة أخرى المرجو منكم تمديد القافلة. قافلة أولى العلوان تجلب دور خدوج. القافية يا لالا خدوج يا زين السمية، أنا بحماك على اللاقين. خدوج يا زين السمية، صورتك حضرها في قدر، وعطورك جابتها لرقية. بعد ما كنت من الشوق مكسر الجناح، وفي محراب الهجران مكفح القداح، واستهاد الوسادي محارب سفاح، لا عين تغمض ولا من يداوي الجراح، رفدت ورقة وقلم قلت نفض فض ونبرقم، والأمر يسلم نسلم عربو الحسن الطاوية. لالا خدوج يا زين السنية، تجلب دور أنا بحماك على اللاقية. رسمك فاق البدر وكيفاش تكوني انتيا، سلامك هب الفجر قال لي زاد خيال، شربوا في سبو ولا في حواد ملويه، طيبك طلق القدر مغيول غون جيت بختر، من جود الشرق هل رجاني نصورك ليا، حمامك جاب الخضر او عفوا حمامك جاب الخبر، همام حكيم سجال خبيرة ما تخطر على بال، سلمني مطوية بعد ما قدمت التحية، لالا خدوج يا زين السمية، تاج الحضور أنا بحماك على اللاقية. من حراج زمور، من حراج زمور ركبت مركوبي وخيالي، الشموس نشرات سطور سطور وانا داخل لباس الباين، في المكتوب حدبنا لك حساب، مركاح العشاق بحالي جنان السبيل بسبع بواب، قبل المواعيد شريت الباب قلت نهديه للوليفه هديه، كون عرفت المنتهى وجبت الكتاب، واخا الهجران نار وعذاب، ما نبري قلم ولا نطوي بريه، لالا خدوج يا زين السمية، تجلب دور أنا بحماك يا لاقية. جات رقية ومعها خدوج، جات رقية ومعها خدوج، البد البدر والشمس بروج، تريا موال والميزان هجهوج، هادي العشاء ولا دهشا ولا صلاة الوحشا ولا سلطان الريب مبهوج، جات رقية ومعها خدوج، البدر والشمس بروج، تريا موال والميزان هجهوج، هادي العشاء ولا دهشا ولا صلاة الوحشا ولا سلطان الريب مبهوج. رياض خدوج سكر مكاني،
وعبد الكرم حقراخ الخلكي ياني ولداد العويط خرب ديواني والساعات ولات تواني والقليب شميعة كتفطف من حر الأنف وحركة الملقى تاني ونقول هيبة هبت وبعد شفية لالا خدوش يا زين السمية لالا فرق الحمام فرق الحمام دار وخلاني الجمال والحسن مهدب شلان حكي بوزاني القد مقدد عود الباني والعقيل راجح مأدب الكلام مرصع القوافي زجال وتقاطق تفافي ضحك الماء في المعابر الراقي وطيور ترد الوازن تشافي والمغيب رغيب قش زند نيراني جوش شموش لبدا خدوش ولا اللارقية قلنا عقبال الغدا كنا قرينا الفاتحة في العشية للا خدوش يا زين السمية مراك احتفالات تفوح معنا كنت مهل ملهب مسعد بالقاهرة